بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحة جيدة. كدرشو مع الصحة، لبس عليكم كل شيء هو هذاك. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي وان شاء الله يعجبكم. فيديو خفيف ظريف غادي نشارك معكم بسبوسة، غادي نشارك معكم واحد البسبوسة غزالة كتجي كتحمق، بسبوسة بالشوكولاتة كتجي روعة روعة روعة. كيف ما العادة كنجرو معكم الأشياء اللي هي معتمدة عندنا وكان يعني كنديروها دائما لينا حنا في الدار العائلة الأصدقاء ديالنا. المهم البنات وغادي نشاركوها معكم، راه كتجي غزاله روعه ما غاديش تندمي. المهم ما غاديش ندمي الى جربتيها صراحه، كتستاهل انك تجربي هاد البسبوسه كتجي صراحه يا سلام. المهم البنات اول حاجه نبغي نقول شكرا لكاع الناس اللي سولوا في ماما ودعاو معها بالشفاء. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يخليكم علينا ويخليكم لينا يا ربي ويحفظكم لينا. شكرا لكم حبايبي وحبيباتي، الله يخطيكم كاملين. والله كاع التعاليق انا قريتهم ليها، شكرا لكم بزاف والحمد لله. باقا كتاخذ الدواء وان شاء الله نهار الخميس نديها للطبيب حنت خاصها ترجع كونترول، والله يشافيها ويشافي جميع الامهات يا ربي ويحفظهم لينا. وشكرا لكم بزاف، الله يخطيكم. ودابا غادي نمشيو باش نداو نقدم معكم المقادير ونشارك معكم طريقة البسبوسة شنو هنحتاجو فيها، غير مكلفة البنات. دائما كنقولها أشياء كنديرها بسيطة غير مكلفة. المهم خليكم معايا باش نشارك معكم مقادير والطريقة وتشوفوا النتيجة بعينيكم. المهم أجيو معايا لاكويزين وما تمشيو فين، خليكم معايا تبعوا الفيديو حتى الآخر. وبالمناسبة لأول مرة كتشوف هاد الفيديو بقى ما شاركش قناتي، شنو كتسناي؟ دابا هبطي ديري ابوني وديري واحد لايك وواحد كومونتير زوين بحالك انت ديري كومونتير وبحالك حتى انت. المهم البنات بيزو لكم كاملين كاع اللي كيشوفوا هذا الفيديو، اجيو معايا لاكويزين باش نبداو الفيديو ديالنا، يلا نمشي. المهم حبايبي بالمناسبه هاد النهار حنا راه صايمين، راه دابا يومين هادي وحنا كنصومو، قلنا نصومو هاد السيمانه ان شاء الله حنت شعبان بقى ليه والو. والمهم ماما هنا راه كدير في السمان، دارت الحريره ديال البلبوله. المهم الحريره شاركتها معاكم بوحده في فيديو، يعني صورت لكم الحريره في فيديو بوحده، ماشي الحريره هي شوربه السوا ديال التيشات البلبوله مطيشه الحامضه. المهم السمن معمر ديش انا مشاركه معكم فيديوهات بزاف، هذه تجي خفيفه على العدس والحمص بصح. المهم هادشي اللي كاين هنا حاطه المقادير باش نصور لكم البسبوسه ديالنا وحنا غادي نبداو ان شاء الله. المهم هانتوما معانا، هادو هما المقادير البنات كيف ما شفتوا ماشي زعما مكلفين، اقتصاديين وعاديين. المهم البنات عندي هنايا البنات كاس لاروب ديال الزيت النباتي، عندي هنا نص كاس ديال سنيده، هنا عندي الملحه غير حجم نقبصه، هنا البنات عندي دانون فاني. اللي بغات دير نكهه دانون بنكهه الموز اولا دانيت ديري دانيت اللي بغيتو. المهم الا متوفر عندكم دانيت ديري دانيت، متوفر عندك دانون عادي طبيعي اللي متوفر. هنا عندي ربعه البيضات، هنا عندي السميده الرقيقه، هنا السميده الرقيقه ديال الحلوه ماما معاوناني مسكينه. هنا عندي جوج خمارات وجوج ساشي ديال الكاكاو هذا، وعندي فانيا. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في البسبوسه ديالي. ومن بعد قلت لكم ماما ساهلين، ومن بعد البنات غادي نشارك معكم المقادير الثانيه ديال باش غادي نسقي البسبوسه ديالي باش تجي مع الكم في الكي البنات. المهم نبدا معكم دابا طريقه التحضير. المهم البنات كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالنا، هو اللي كنخلط فيه الكيكه ديالنا البسبوسه اي حاجه. المهم عندي هنا اربعه البيضات، ندير زلافه سير هذه ندير هذه. المهم ندير فيها البيض ديالي، خليت ماما قالت لي انت الكاس ديالي الملحه ديالي ماشي ديالي ايوا راه الكوزين. المهم البنات هنا عندي ربعه البيضات، بسم الله غادي ندير البنات من بعد ربعه البيضات غادي ندير فاني.
وغادي نحتاج فاني. دابا غادي ندير قبيصة الملح. هنا عندي نص كاس ديال سنيدة. علاش؟ حيت اصلا البسبوسة كلها غتجي شكلاط، هي غيجي فيها كاكاو وعاد السيرو باش غادي الكريمه باش غادي نسقيها من الفوق كتجي بالشكلاط. فبلا ما نكثروا الحلاوه، غير نص ديال سنيده كافي. ها انتم البنات كيف ما شفتوا، البيض، سنيده، قبيصه الملح، فاني. دابا غادي نطربهم. اي حاجه بغيتي كيكه بسبوسه تطلع لك، ديري غير البيض وسنيده في الاول تطلعو مزيان. هاديك الساعة ديري ضيف المكونات الثانية تدريجيا. المهم البنات من بعد ما طربتهم دابا غادي نضيف الزيت. غادي نضيف الزيت. وهنا البنات راه عندي دانون ماما حاطاه هنا، قالت لك ما بغاش دير الاشهار ديال دانون. دانون عادي صافي. لا دانون عادي، لا كان حتى ديال الشوكولا، اي دانون. لا كان ماشي اي دانون، يا يكون ديال البنان يا ديال الفانيليا ديال الشوكولا، حيت هي اصلا غتجي كلها الشوكولا. فبغيتي ديري دانات ديري دانات. غادي نضيف البنات هاد جوج ديال لي ساشي ديال بغيت نضيف جوج الهند. نقول لولادي ملي بغيت نقول لهم جوج الهند جوج. غادي نضيف البنات الكاكاو. ها انتم البنات غادي نضيف الكاكاو باش نحيد هذا باش يبان لكم مزيان. هذا الصفاي وخوي سنيده وخوي كلشي. عندك الشيء عطيني غير الصفاي. ديري الخمارات وديري حتى ريحه مسمن تبارك الله. انتم البنات سبحان الله ملي تنصوم ماما عرفت علاش هذا الشيء تيكون. شنو هذا الشيء؟ ها مسمن ها حنت غير كتشهي، اما راه ملي كديري راه غير التمر والعصير والحليب كافي، راه ما كنقدوش. راه كتبقاي تشهي. بغيت انا باغا الفلو، انا باغا هادي. عرفتي بلا شنو مشهيه؟ بلا كنت خدامه البنات والله العظيم الا خدامه. وعرفتي في جاتني ديك البنه ديال الدغميره ديال العراسات، الدجاج بالدغميره بالدغميره العراسات، قلت والله حتى نمشي نقولها لماما ديرها لي. ندير لك بنيتي ندير لك الدجاج غدا، نمشي نجيب لك واحد العتوقه. ياك اختي غدا نمشي نجيب لك واحد سيدي الفروج. والله العظيم ماما الا هكا جاتني بحال البنه ديالو الريحه ديالو. صح انتم المشاهدين غتشارك معكم ماما بالدجاج بالطغميره ديال العراسات. ها ما تقوليش ليا الفريت نديرو بحال ديال العراسات. لا ماما ضروري من الفريت، عارفاني اصلا عارفك الدجاج مدغمر والفريت ضروري ماما. والزيتون يا اختي وداك الشيء والهريسه. صافي غدا نمشي نجيب لك واحد العتوقه نقلب عليها هنا. نخرج نقلب عليها هنا نقر لها بحجره ونجيبها. هما البنات غربلت كاكاو باش ما يجيش هذا. اي 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 حبيباتي هنا عندي السميده الرقيقه ديال الحلوه. بلات هنا عندي السميده الرقيقه ديال الحلوه، غادي ندير كاس ونص. انا خاويه فهاديك ديال الكلاص زعما. غادي ندير كاس ونص البنات. كيف البنات كاس ونص سميده كافيه. هانتوما البنات هالكاس الاول ونزيد نص كاس. قلت لك غنخلي لك السمنه ناشفه. السمن مابقاش كل جوج ماما. وهنا البنات غنضيف نص صافي، فقط كاس ونص ديال السميده ديال الحلوه فقط لا غير البنات. صافي ودابا واش كيبان لكم كنغربل ولا لا؟ باين بينك مزيان. هانتوما دار هاد الاسم صافي باين. صافي غادي نغربلهم. اول حاجه غادي نضيف معاهم الخمارات. غادي نضيف معاهم البنات الخمارات هما اللي بقاو ليا. صافي ونخلط كلشي. كلشي تيطلع في مويناكس، ما كاين لا فاني ولا والله. صافي كلشي كطلعي هنا كلشي في مويناكس وخوي في جوج خمارات البنات كيبان ليكم. ها هما جوج خمارات غادي نضيفهم. ها
صافي البنات ونغلب الكل شيء هنا. عرفتي رمضان في رمضان تتكون واحد اللذة في الماكلة وكل شيء. يا ربي يا ربي يدخل علينا بالرزق والتيسير والصحة والسلامة. آمين يا ربي ويبلغنا رمضان بالصحة والسلامة يا ربي. كاع اللي كتمنى شي حاجة البنات اللي كتشاهد هذا الفيديو الله يسخرها ليها لا الولاد ولا البنات. راه بزاف الدراري كيقولوا لي راه حتى حنا متبعينك راه حنا ولاد ومتبعينك وكتبقاي تقولي غير البنات البنات البنات. اي والله يحفظكم جميعا ولاد وبنات خطاكم كاع اللي كيشجعوني. كيشجعوني شكرا لكم. وحشت عبدو ديكاس عبدو ولدي من هنا طالطاليان من المحمديه طالطاليان. انت عبدو ماما راه مانيسياك شافيو كتجيب دك والله. المهم البنات نحاول نهبط هذا الشيء هكا. ايوا انت يا ولدي. ها الخليط ديالي ها هو هنا واجد. هذا هو المول اللي غادي نستخدم البسبوسه ديالي هو هذا هذا المول هذا. دهنته بالزبده ورشيت عليه السميده الرقيقه من الجناب وكامل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نحط الخليط ديالي. درتي بالزبده ياك؟ اه درتي بالزبده. صافي دابا نحاول ندير هذاك الشيء اللي في القناه نحركو شويه يندمج. عرفتوا البنات والله العظيم قسما بالله الا كتجي بسبوسه جد رائعه جربوها والله ما غتندموا عليها غير جربيها بعدا حيت كتساهل انكم تجربوها فاش بزاف. يا بسم الله هذاك الكاكاو كيشرب تخافوش البنات. انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا درت هنا البسبوسه ديالي دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله وها انتم معايا. كوكو البنات المهم دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية نقدم معكم مقادير ديال الصوص اللي غادي نصاوب اللي غادي نسقي به البسبوسة ديالي. غادي نحتاج البنات سنيدة جوج معالق كاس الحليب هنا عندي ساشي ديال بودرة الكاكاو وهنا عندي البنات كاس ديال الحليب الحليب مجفف الحليب نيدو عندي كاس مجفف اللي كيبان لكم هنا وهنا عندي نص كاس ديال الزيت النباتي كيجي واحد كيعطي واحد الخليط رائع جد جدا البنات هو اللي كيعلك لينا البسبوسه ديالتنا. المهم نوريكم دابا الطريقه اللي غادي نديرها البنات. المهم البنات غادي نحتاج الخلاط الكهربائي مره ثانيه حيت هو اللي غادي نصوب به الصوص ديالي. كيف ما قلت لكم كاس ديال الحليب مجفف اللي هو كاس نيدو مجفف كاكاو هاد الساشي البنات 7 غرام وغادي نحتاج سنيده غندير جوج معالق البنات بعدو وغادي نضيف جوج معالق البنات درت معلقه الاولى دابا المعلقه الثانيه فقط نتيجة البسبوسة باقا تجينا حلوة وغادي نضيف كاس الحليب كبيتي على داك الجنب لي ما داش نضبطها بالمعالقة المهم البنات نخلط في الخلاط انا معاكم من بعد عاد نضيف الزيت
هانتوما البنات البسبوسه ديالي خرجت من الفران خرجت من الفران ها هي البسبوسه ديالي البنات راه كتجي هائله يا البنات المهم البنات خرجت البسبوسه ديالي من الفران باقا سخونه غادي نقطعها اول حاجه البنات غادي نقطعها الازعاج ضروري ماما ما تخبط داجيج ضروري عولت عليه قطعوا البنات التزيين البنات كيبقى واش غنقول لكم كيبقى على حسب الذوق ديالك كيفاش بغيتي انك تزينيها باش اللي متوفر عندك في الطاق تحمري الكوكو تسوقي فيها بغيتي تشري ليها كاوكا واللي بغيتي اللي عجبك تخليها غير هكذاك اللي عجبك المهم انا غادي نقطعها هنا في المول غادي نقطعها هيا 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 تبقى سخونه هرسها ايوا بشويه علاش تهرسي علاش قولي لي يا اختي بشويه كنز ماما قالت لي بشويه كنز عطيت بشويه كنز لي ما عجبهاش الحال مش راه ما عجبنيش الحال واش ماما راه كنعرف نبره الصوت ديالها كل حاجه ما هرسهاش بزاف ما بقى سخونه خاصني ندير داك الخليط عليها دابا نحدها هي بقى سخونه هديك الصلصه بارده خاصها دير عليها البسبوسه تكون سخونه باش تشرب حنت هاد الصلصه راه ما تطيبش ما كطيبش البنات كدارنيش على البسبوسه كيما تطلعيها في مولينيكس كيما تتسقي بها تخرجتكوني مخرجاها هانتوما البنات واش كيبان ليكم قطعت البسبوسه ديالي ترست لي شويه من هنا من هنا شويه هذه كانت بغات فطره نعطيها لك تبصير المهم البنات دابا غادي ناخذ غادي نقاد هذه شو نحس بي غير زلق يطيح في الارض اشنو هذا المهم البنات نحاول نحط لكم هنا باش يبان المهم هنا راه الخليط ديالي راه اللي كنت درتها هو هنايا دابا غادي نخويها البنات نيشان وسقيت كلشي عندك تخلي شي قنيت طبيعي الحال دوري بحال هكذا كتعطيني هذيك هذيك المعلقه ديالتنا الغلطه باش نسقي على خاطر خاطري بسم الله عرفتي البنات راه كتجي هائله كتجي معلكه 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 بالمناسبه البنات اللي بغات الصوص ان هاد الصوص هذا يجيها يجيها كحل بزاف كحل بزاف يعني اللون ديالو غامق زيدي زيدي هذا زيدي المهم غزالاتي الفنات وحشوا هاد غزالاتي ياك البنات المهم حبايبي وحبيباتي اللي بغى ان هاد الصوص يجيها غمق من هكا تزيد الكاكاو اولا تاخذ داك الكاكاو المر اللي كيتباع في عند العطار المهم وهذا راه غيرجع اللون ديال البسبوسه ملي غتشرب راه اللون ديال البسبوسه هو اللي غادي يرجع ايوا ها نتوما معانا راه كتجي سبيسيال ماما راه حاطه الماتيريال باش غتبدا تزوق المهم حنا راه عندنا الكركاع وعندنا هنا اللوز مهرمش محمر ومهرمش مخطين. وعاد عندنا الكركاع انتي بقاو ليا تندي نحمرهم ونديرهم في الفريكو في المجمد ها داك الشيء وشنو ثاني عندنا ثاني الكركاع باقي عندنا الكركاع نديرو هكا صاين نديروه نزوقو كل طرف نديرو فيه كركاعه كركاعات كركاعات وراه ما نقولش لكم البنات كي تجي هاد البسبوسه راه كتجي فنه 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 كيف ما قلت لكم اللي بغات دير في بلاصه دانون فاني دير دانون دانات دير راه حتى هو مزيان حيت هي اصلا غتجي شوكولا كتجي معلكه زعما اش غنقول لكم كتجي شي شربيطه معلكه مفلكه ماما ماما راه ولفات نقول معلكه مفلكه شوفي وسختي هنايا درتي معاك حتى هنايا هو مزيان انا زعما حاطاها للتقديم زعما 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 ايوا يا البنات نكمل الشهل الشكل النهائي ورجع معاكم الشهل يلا
وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا كيف ما كتشوفوا. كيتوحد اللون ديالها، راه كتجي شغنقول لكم البنات، راه نتوما شوفوا هذا كيبان لكم انها كتجي معلكه، كتجي صراحه فنه اللي كتشوفوا هذا، راه كتستحق انكم تجربوها، كتجي روعه 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 من داكشي البنات، راه بسبوسه ديال القلب. انتم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، تزيين كيبقى اختياري وكيبقى على حسب الذوق شنو متوفر عندك في المطبخ ديالك. انا عندي هنا اللوز محمر ومهرمش، وعندي كريكيات هنايا، كتبقاي انك كتفني في التزيين ديالك. هذه هي البسبوسه البنات، راه كتجي خيال والله العظيم، بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى انكم تجربوها. شوفوا البنات كي تجي معلكه ومسقيه، كتجي رائعه. حاولت ندير لكم طريف، شوفوا كيفاش كتجي، ما كتجيش ناشفه، كتجي هائله، صحتكم وراحتكم البنات. كوكو البنات، المهم نكمل معكم لافيديو، نختم معكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى انكم تجربوا البسبوسه وتقولوا لي في التعاليق الاراء ديالكم، واللي جربتها تقول لي انا جربتها، راه شغنقول لكم كتجي خيال خيال خيال، كتجي روعه ومعيلكه، وكيف ما شفتوا راه غير بكاس ونص ديال السميده البنات، لا غير، ما تزيدي ما تنقصي، كاس ونص ديري نفس المقادير وتفكريني. المهم البنات كنتمنى منكم اللي باقا ما اشتركش عندي في القناه تشترك، وغزال هادشي كيف ما قلت لكم باش تكبر العائله ديال كنزة فلوغ، نوليو عائله كبيره بينا. وشكرا لكم على التشجيع ديالكم والتعاليق ديالكم، وكيف ما كنقول لكم دائما ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع لي زامين ديالكم وحبابكم. المهم البنات نخليكم ونشوفكم يا ربي في ساعه الخير، وبزوات لكم كاملين كاملين كاملين، كنحماق عليكم والله العظيم، وما غاديش نبقى نغبر عليكم، يا ربي يا ربي، دائما كنقولوا كنغبر بجوج سيمانات ثلاثه بالشهر، ولكن كيف ما العاده راه ماشي بخاطري، كتكون شي حاجه اللي كتخليني انني ما نصورش ونقضي شحال من حاجه معكم. المهم الله يسهل عليكم نتوما يا ربي في داكشي اللي كتمنوا في خاطركم، بارطاجيو بارطاجيو، ما تنسونيش من البارطاج، جربوا البسبوسه راها روعه وخيال، وردوا لي في التعاليق، ونخليكم ودمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.